بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء العلمي الثالث في هذه الدورة العلمية المتخصصة في التخريج ودراسة الأسانيد مع شيخنا العلامة المحدث أستاذ الأستاذين وشيخ المحدثين وقرة عيون المسندين دار قطني هذا العصر بلا نزاع، شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ليحاضرنا في مادة التخريج ودراسة الأسانيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى وأن ينفع بعلمه في الدارين، آمين. فليتفضل شيخنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل أن نبدأ، لن نطيل عليكم هذه الأمسية لأن وقتا طويلا قد استغرقتموه في المحاضرة السابقة، فلذلك الإطالة يمكن أن لا يكون لها مردود، فإحنا سنأخذ نصف الوقت وسنعمل بعد ذلك على ألا تكون محاضرة التخريج في وقت مشترك مع أي محاضرة أخرى، أولا حفظا لوقتكم، ثانيا حتى نستفيد بالوقت أطول مما هو. المقطع الذي توقفنا عنده في الدرس السابق هو المصادر الحديثية التي جمع فيها بين ذكر الحديث بدون إسناد ولا صحابي ثم تخريجه بإسناد مؤلف الكتاب الذي ذكر الأحاديث مقطوعة عن الإسناد، وهو الإمام القضاعي. وهذه المرحلة كان فيها التخريج بالرواية وفي نفس الوقت ذكر الأحاديث مجردة عن أي جزء في الإسناد ولا حتى الصحابي. هذه المرحلة الكتب المتيسرة لنا منها حتى الآن قليلة، ليست كثيرة، وربما يعني في وقت معين غير الآن يخرج لنا تهذيب مسند الديلمي الذي خرج فيه الديلمي الابن كتاب أبيه الفردوس، ومن عنده أو من لديه نسخة إلكترونية من كتاب فردوس الأخبار للديلمي طبع دار الكتب العلمية بتحقيق الشيخ أبو هاجر، فسيجد في الجزء الثالث من هذا الكتاب أن الشيخ المحقق ذكر الحديث الذي ذكره صاحب الفردوس بدون إسناد إلا الصحابي، ثم ساقه في الهامش بإسناده كاملا من مسند الفردوس. وأنا الذي أعرف معلوماتي أن الإمام ابن حجر العسقلاني في وقته كانت نسخة مسند الفردوس موجودة كاملة، فهو عمل مختصرا منها وسماه زهرة الفردوس. وهذا الكتاب هو وجدت منه نسخة كاملة
وحقق في رسائل دكتوراه أو ماجستير في الجامعة الإسلامية، ونسخته الكاملة يعني ربما لا أكون أنا موجود، إنما هي ستطبع في وقت من الأوقات، لأن الأشياء التي تتولاها جهات حكومية في العادة تتعثر كثيرا حتى تنجز. فالكتاب على ما ذكر لي بعض يعني طلابنا اللي هم أساتذة الآن في الجامعة الإسلامية يعني منتهي له أكثر من 8 سنوات محقق في رسائل وموجود. إن طبع هذا الكتاب فسيكون هو الثاني بعد كتاب مسند الشهاب الذي ذكرته لكم، الذي عمل القضاعي فيه شهاب الأخبار بدون أسانيد ولا صحابي، ثم خرجه في كتاب سماه مسند الشهاب. الذي نريد الآن أن ننتقل إليه أو نعتبره مرحلة في التخريج هي مرحلة العزو، ليس بالرواية. وهذه المرحلة هي التي كثرت في العصور التي بعد القرن الخامس، هي التي أصبح فيها الأسانيد طويلة والهمم قليلة، فأصبح العلماء يضطرهم طلبة العلم أن يحذفوا الأسانيد لطولها، ولولا أنه طلب منهم ذلك لوجدتم الكتب التي حذفت أسانيدها موجودة مسندة بأسانيد الذين ألفوا التخريج بالعزو. فيقولون عن الإمام المنذري وهو متوفى عام 656 أنه عمل تخريجا بأسانيده هو لكتاب شرح الرافع الكبير العزيز. فلذلك هذا النوع بعد القرن الخامس أو منتصفه تقريبا أصبحت العزو هو الدائرة الأوسع، لكن لم ينقطع الذي بالإسناد، إنما قل فقط، إنما ما زال. وأنا كنت ناوي أجيب لكم اليوم معايا كتاب من المسلسلات أو اسمه المناهي للسلسلة في الأحاديث المسلسلة لأحد العلماء المتأخرين اسمه القاوقجي، وهو متوفى عام 1350، يعني أنا مولود 1359، فبين ولادتي وبين وفاته 6 سنوات. وهو يروي في المناهي للسلسلة هذه بإسناد نفسه، والكتاب يزيد على 90 حديثا. أيضا في كتب أتت بعده ويروي فيها مؤلفوها إلى العصر الذي نحن فيه. فلذلك المرحلة التي جاءت متأخرة لم ينقطع فيها الإسناد، وإنما قل قلة متفاوتة وكثر العزو، حتى إن الذي رأيته أنا الشيخ الغماري رحمة الله عليه، إما عبد العزيز وإما أحمد لا يخرج عنهما، كان عنده نسخة من كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقي بالإسناد، فكان هو يدرس كان هنا في القاهرة في مساجد متعددة، كان يلقي دروسا وأملى أحاديث بأسناده هو. فالخدمة اللي هو طلبها منه طلبة العلم إنه يحذف لهم أسانيد الزهد الكبير ويكتفي بالصحابي، فحذف. والنسخة التي يعني مجردة بالإسناد يا كان أهداها فضيلة المفتي السابق أو الأسبق الأستاذ الدكتور علي جمعة إلى جمعية المكنز الإسلامي، ورأيتها
صورتها. وكتب الشيخ: إني رأيت من باب التسهيل على طلبة العلم أن أحذف الإسناد. العجيب في الأمر أن هذه تعتبر النسخة الثانية في العالم حتى الآن لكتاب الزهد للبيهقي، فهو طبع على نسخة مسندة، ولكن لو كان نسختان لكان أقوم للنص. لكن الشيخ وقت ما حذف الإسناد من نسخته الخطية لم يكن يعلم أنه يفعل شيئا ليس في خدمة العلم، لم يكن يعلم هذا. وأصبح المتداول الآن هو كتاب الزهد مجردا، ولا يعني أطل عليكم في هذا. المهم أنه في منتصف القرن الخامس أصبح العزم أكثر من الإسناد، لكن لم ينقطع الإسناد. ولدي من المطبوعات كتبا مسندة إلى وقت مسلسلات القوخجي هذا، ثم استبدل عن الإسناد الذي في كل حديث ما يسمى بالثبت أو المشيخة أو معجم الشيوخ. ومعاجم الشيوخ التي من هذا النوع يطول الكلام عنها، وهو أنهم العالم يجمع أسانيده عن شيوخ عصره إلى أن يتصل بالكتب الأصلية في ثبت يسمى ثبت فلان الفلان. وأنتم تذكرون ثبت الأمير، والأمير هذا يعني قريب العصر بمشايخنا، وكان الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يجيز بهذا الثبت، والثبت مطبوع. فإذا فتحت أنت هذا الثبت، أيضا كتاب للروداني، الروداني 1100 وكذا، يسمى صلة الخلف بموصول علم السلف. يعني نحن الخلف إذا أردنا أن نصل أسانيدنا بالخلف نجد هذا. تقرأ في صلة الخلف هذا تجده يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الحافظ ابن حجر، فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أحمد، فلان عن فلان كذا كذا. فأصبحت الأثبات هذه حفظت الأسانيد المتأخرة إلى المصنفات الأصلية التي بعضها موجود وبعضها مفقود. في الأثبات دي مثلا تجد إسناد يبدأ من صاحب الثبت إلى سعيد بن منصور في سننه، وحتى الآن لا يمتلك المفهرسون في العالم مخطوطة كاملة لسعيد سنن سعيد بن منصور، وإنما الذي وجد منها وهو من النوادر كذلك الأجزاء من آخر الكتاب، وهو كتاب التفسير وكتاب الزهد، ومن أثنائها كتاب الطلاق وأظن كتاب آخر. ولا يوجد حسب الفهارس، وأنتم الآن طلبة علم، وأرجو ألا تكونوا نائمين، أن تهتموا كثيرا لتتعرفوا على كتب الحديث بالفهارس المخطوطات. حتى الآن الوقت اللي نحن جالسين معكم هناك 30% من كتب الحديث المخطوطة موجودة في مكتباتها وغير مفهرسة. يعني لو فتحت الفهرس الذي لهذه المكتبة لا تجد هذا الكتاب بهذا الاسم ولا تستثني أحدا. واللي منكم راح معرض الكتاب وجدنا أحد طلبة العلم عمل كتاب حوالي 160 حديث، حديث علي بن المديني، وهذا الكتاب أسانيده موجودة عند الحافظ ابن حجر، ولكن لم نكن نجد نسخته. والمحقق قال: أنا وجدتها ضمن أوراق كتاب آخر من مجاميع الظاهرية.
مجاميع الظاهرية مفهرسة معروف، لكنها فهرست فهرسة إجمالية لم يقلب فيها كل صفحة لكي يعرف هذه تدخل في كتاب ماذا أو في كتاب ماذا. فلدينا الآن 30% من مشتملات المخطوطات ليس مشارا إليها في فهارس هذه المكتبات. وعلى المسلمين مهمة، وأنا راجل كبير الآن وأقول لكم من التاريخ، كل أهل الخير الذين يحبون خدمة السنة يأتي من يصرفهم عن هذه النقطة، إن إحنا محتاجين من يجوب ألمانيا بمكتباتها التي إذا رأيتم فارسة حسب ما رأيت أنا 80 مجلد أسامي كتب فقط، أن يتفرغ طالب علم بواسطة جهة علمية يذهب إلى ألمانيا وتمكنه المراسم الدولية أن يعيد فهرسة هذه المكتبات. هي الفهارس اللي بقول لكم عليها فهارس مكتوبة باللاتيني، فقط اسم الكتاب هو الذي بالعربي، والذين قاموا بهذا الجهد ليسوا مسلمين. ليسوا مسلمين، ومسماه الفارس لحد الآن باسم خواجات ليسوا مسلمين. من الذي هيأهم لهذا؟ الذي وعد إنا نحن وإنا له لحافظون. بلاش بقى نخطب أكتر من كده. المهم إنه الأثبات الموجودة من ناس، وأخونا الشيخ عبد الله فين؟ الدكتور نور الدين عتر بارك الله فيه، وهو من أهل الشام، وشيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، لهم أثبات تصل إلى الكتب الأصلية، بحيث إذا أتيناك بسنن النسائي تقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان حوالي 10-12 واحد حتى تصل إلى أحمد بن شعيب النسائي وهكذا. فالأثبات اللي يقول لك خلاص الأسانيد انتهت، إن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين القرن الثالث، قل له طيب هذه الكتب تدخلها فين؟ بس لا نريد منه إلا هذا. يقول لك حكما إجماليا إن كل دول يدخلوا من طريق كتب قديمة. قل له هذه مختارة الضياء المقدسي، أو هذه أسانيد ابن الجوز الآن اللي الدكتور الدهم، حد فيكم يقرأ إسناده ويقول الرجل ده دخل من كتاب مين؟ اقرأ يا مولانا، هذا إسناد الشيخ ابن الجوزي. وطبعا أنا معروف إن إحنا مش هنعرف، وأنا أقولكم ما أعرفش، لكن هو لا شك ابن الجوزي دخل إلى الكتب السابقة بواسطة مؤلف. وهذا الجزء اللي العالم ابن المديني المحقق أثبت أن الحافظ ابن حجر ذكر أنه من مروياته، وبالتالي كل اللي يجاز الآن من طريق ابن حجر يبقى إسناده داخل في علي ابن المديني ده. لكن لم يعلم الناس حديث ابن المديني هذا إلا بعد أن طبع الآن، وهو محتجب منذ أنشأه علي ابن المديني رحمة الله عليه، متوفى 235. فلذلك نحن حينما نقول إن الأسانيد انتهت فنحن نتجاهل كل هذا، والواقع هو الذي يصوب لنا الخطأ إن ليس هذا صحيحا، لم تنقطع الأسانيد. ولا يمكن الآن أن نعرف كل متأخر دخل إلى الحديث النبوي من طريق أي مصنف. يقرأ كلام مولانا. قال أخبرنا أبو الحسين محمد. اللي بيقول أخبرنا أبو الحسين هو ابن الجوز المتوفى 597 97 هذا سبته ايوه يقول لك الكتاب 654 والكتاب اسمه الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح، يعني صهره على ابنته، ليس كذلك؟ السبط هو هذا.
حفيده من جهة الأم. تفضل. قال أخبرنا الشيخ الصالح الثقة أبو طاهر أحمد بن محمد بن حمدية العكبري لمحروسة بغداد في سنة 86 و500 قال أن 586 سمع هذا والإسناد باقي، وهي دي الخصوصية اللي يريدون الآن أن يزحزحونا عنها. تفضل. قال أنبأنا أبو الكرم ابن الشهرزوري قال أخبرنا أبو الحسين. كل هؤلاء إذا بحثت الآن في كتب التراجم تجد لهم تراجم، فيكسر الشبهة يقولوا لم يوجد فيهم جرح ولا تعديل. لا، لهم جرح وتعديل، إما في أثناء الأسانيد وإما في كتب التراجم. تفضل يا شيخ. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن محمد المهتدي بالله قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس إجازة قال حدثنا أبو بكر محمد بن حميد. طبعا واحد يقول لك إيه ده الإجازة ما بقتش معمولة، ده من قال قد أجزتك فقد كذب عليك. كتب المتقدمين اللي هي حجة فيها الإجازة، في طبقة الإمام البخاري موجود فيها إجازة ومكاتبة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن حميد بن سهل المخرمي قراءة عليه قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن حيان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال بالوجادة. قال أبو زكريا يحيى بن معين روى عن أبي حنيفة سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع وعباد بن العوام وجعفر بن عون وأبو عبد الرحمن المقرئ وجماعة كثيرة وهو ثقة لا بأس به. هذا إسناد بكلمة الجرح والتعديل. لما تقرأ خطيب البغدادي تجد نفس الشيء، إنه عندهم إسناد الجرح والتعديل. ولو تقرأ الكامل لابن عدي مجلد أو مجلدين مش كلمة أو سطر تجد أنه يقول اللفظة التي ذكرت في وصف هذا الراوي لا يؤخذ بها لأن السند إلى القائل فيه ضعف، فكيف نميت السند ونثبت للراجل ده جرح وتعديل؟ ولذلك كم من الذكاء الحافظ ابن حجر إن قال لنفرض أنكم لا تحتاجوا الآن الإسناد للرواية، طيب من أين تثبتوا أن الترمذي يصحح الحديث؟ هل نحن رأينا الترمذي؟ فقال إن لم نحتاج الإسناد في التصحيح والتضعيف فنحن نحتاجه في نقل التصحيح عن المتقدمين. فهذا الرجل كما ترون ذكر هذا القول بالإسناد، إلى أن انقطعت الأسانيد فأصبحت الأسانيد تؤخذ من الأثبات، والأثبات كثيرة جدا. والشيخ الكتاني صاحب فهرس الفهارس والأثبات 3 مجلدات في هذا، وكذلك الأثبات الآن الحمد لله يعني يقول مثلا ممكن مطبوع منها ما لا يقل عن 100 سبب لمتقدم ومتأخر، حتى كتب دلائل الخيرات لها إسناد إلى مؤلفها. فلذلك من يقول إن الإسناد عند المتقدمين خلاص توقف، قل له إذن عليك بهذا كله أفتنا فيه. يقول لا ما نختش لأن ما فيش جرح وتعديل، يقول له بقى لحد كده إحنا نجيب لك بقى الجرح والتعديل. فلذلك أنتم الآن طلبة علم شرعي، فيجب أن تتسلحوا بهذا. ليس المتقدمون والمتأخرون ألغوا الإسناد ولا ألغوا الجرح والتعديل، وإنما نحن الذين ألغينا هذا من عقولنا فقط. فإن رجعنا إلى ما هو موجود من التراث نجده موجودا. وأنا أظن في كتابين كانوا في المغاربة أصحابهم جايبينهم من ألمانيا، النسخة الوحيدة في ألمانيا مش في الأزهر. لماذا؟ قال لأن لو يدرس الناس حال العالم الإسلامي حينما استعمره
الإنجليز والفرنسيين والذي اليهود حتى الآن تخريباتهم لمكتبات القدس إذا قرأتها يقشعر بدنك. كل هذا كان موجود. كونه أتت عليه عوادي أحرقت منه الجزء الأكبر لا يعني افتقاده، وإنما هو موجود ما أمكن منه حجة على هؤلاء الذين يعني الآن يتهمون المسلمين بكذا وكذا وكذا، ولا أحد يتكلم عن الاستعمار أنه أول من اخترع الإرهاب. حد يقول عن الاستعمار أنه اخترع الإرهاب أبدا، إنما يقول لك لا المسلمين اللي كذا اللي كذا. طيب ساعة الصليبيين ما عملوا الذي عملوه في القدس وأبادوا 7 أيام وهم يقتلون، كيف تغيب هذه المذبحة ونلزق في المسلمين؟ لكن أيضا إحنا مبتلون بأهل الإسلام إنهم لا يبحثون عن حقائق تاريخهم ولا دينهم، فأصبح الكتب الحديثية قسمين: قسم مجرد عن الأسانيد ولكنه مخرج بالعزو إلى مصدر أو أكثر من المصادر المتقدمة. فهذه الكتب هي كتب تخريب، ومنها نتصل بالكتب الأصلية، وأيضا منها نتعلم كيف نصوغ تخريج الحديث بالعزو إلى المصادر الأصلية. فهي كتب تخريج بمعنى الصنعة، وكتب تخريج بمعنى بيان قواعد هذا العلم ومصطلحاته، تجمع بين الأمرين. فلا يتسع يعني المكان، لكن الآن سنذكر كتابان أو 3 أو 4 اللي يتسع له المقام حسب التواريخ الموجودة هنا. هذا كتاب أكثر الكتب التي خرجت بالعزو إلى المصادر، وهي كثيرة، كتب أحاديث الأحكام. كتب أحاديث الأحكام، فمثلا مشكات المصابيح وهي من أشهر الكتب المتداولة في بلاد المشرق، هي مخرجة بالعزو إلى المصادر، وقسمها الشيخ البغوي إلى قسمين: الذي في الصحيحين صحيح، والذي في السنن الأربعة وجميعها فهو من الحسن، إجماع تقسيم إجمالي، وإن كان لم يوافق عليه، لكن هو مشكات المصابيح من كتب العزو المتقدمة التي فعل أو رفع أسانيدها الإمام البغوي المتوفى 516. فهو له كتاب شرح السنة، وأنا جبت لكم المرة الماضية، وهو فيه يروي بإسناده عن شيوخه، وكتاب مصابيح السنة التي ألفها، أنا آسف خلطت بين الكتابين، مصابيح السنة حذف هو الأسانيد، وكتب إن أنا حذفتها رغبة في كذا، تسهيلا، كان في الوقت ده تسهيل، وكأن الحذف اللي احنا بنمارسه الآن في التدريس، أما ندرس في كل مرة يطلب الطلبة حذف جزء من المقرر، بعد ما حذفوا الأسانيد يريدون الآن حذف الموضوعات، يعني شوف استصحاب الحال، ما فيش أسانيد، هيقول لك شيل أسانيد، شلناها الأسانيد، يقول طب شيل بقى موضوعات، لازم موضوعين أو 3 كده احذفهم عشان نطلع من الأوائل. أنت طلعت من الأوائل في الدنيا، من الذي يدري أنك تطلع حتى في ذيل القائمة في الآخرة؟ يقول لك معلش احذف وبعدين نتفاهم. فأصبحت كتب أحاديث الأحكام هي التي تمثل الكتب التي ألفت في جمع الأحاديث وتخريجها بالعزو إلى مصادرها. فده كتاب خلاصة الأحكام، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، ده للإمام النووي.
عمل فيه أمران، أمرين. الأمر الأول هو ذكر الأحاديث مخرجة بالعزم، وأيضا تمييز الضعيف في نظره هو عن الصحيح والحسن. فإذا كان في باب من أبواب الأحكام أحاديث ضعيفة يعمل لها باب مخصوص في نظره هو، لأن من جاءوا بعده تعقبوا عليه قالوا كيف وضعت هذا في الضعيف ونحن وجدنا له طرقا تجعله في الصحيح. فلذلك هذا الكتاب هو لم يكمله الإمام النووي، ولكنه ذكر منه ما يمكن أن يكون نموذجا لما حذفت أسانيده وخرج بالعزو إلى مصادره. فعندنا الآن هذه حديثه، باب أحوال يسن لها الوضوء. الكتاب هو الجزء الأول صحيفة 100، اللي بيكتب عشان يرجع لده لأن ده موجود على المواقع. يعني إن ما شفتش هذا بعينك لن تستوعب الدرس، رؤيته هي التي تثبت المعلومة. فهذا الآن أهو الإمام النووي يقول باب أحوال يسن لها الوضوء، ثم بدأ فقال البراء، اللي هو البراء إيه؟ الصحابي. فيقال إنه حذف الإسناد ما عدا الصحابي. لماذا؟ لكي تبحث أنت عن الحديث من رواية هذا الصحابي، فإن وجدته من غير هذا يكون طريقا آخر. البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا الحديث صحابي. أين العزو؟ قال الإمام النووي متفق عليه. فمعنى متفق عليه يعني عبارة أنه رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه كلاهما من حديث البراء بن عازب. فأنت إذا أردت أن تنقل من هذا فتقول الحديث أورده، ما دام السند حذف لا تقول أخرجه ولا رواه، إنما تقول أورده أو تقول ذكره. ومما يطبق عليه هذا كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وهو كتاب مشهور، هو يطبق رواه وذكره. فإذا قال لك رواه تعرف أنه أخذه من مصدر أصلي سواء فقد أو وجد الآن، وإذا قال لك ذكره أو أورده فمعناه أنه لم يذكر بإسناد. فهذا المثال الذي ذكره الإمام النووي في هذا الحديث، ذكر الحديث محذوف الإسناد ما عدا الصحابي وخرجه بالعزو إلى البخاري ومسلم بقوله متفق عليه. ومعنى أنه قال متفق عليه أن الحديث صحيحا عند هؤلاء الشيخين الإمامين البخاري ومسلم. ثم بعدما ذكر هذا الفصل قال فصل في ضعيفه، يعني في ضعيف هذا الباب. ثم قال أهو منه، يعني من الضعيف في هذا، حديث استقيموا ولن تحصوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثم قال وحديث إذا غضب أحدكم فليتوضأ. لم يعمل في هذا القسم ما مثل ما عمل في القسم الأول، وإنما ترك العزو. فالآن المحققين للكتاب خرجوا الحديث الأول اللي هو
حديث استقيموا ولن تحصوا بأن رواه الدارمي من حديث الوليد بن مسلم إلى أن وصل إلى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في كتاب النووي هذا الحديث التي لها عزو وذكر جزء من السند والأحاديث التي ليس لها عزو ولا سند، لكن أعطاها عنوان أنها من الضعيف، فأغناك بقوله من الضعيف عن أن تبحث أنت. فإذا جئت أنت وبحثت وظهر لك أن تضعيف الإمام النووي نتيجة لما وجد تحت أيديه من مصادر، لا بأس عليك أن تستدرك عليه. هذا الكتاب هو مثال لهذا، الأحاديث التي ذكرت بدون أسانيد وعزيت إلى المصادر التي أخذت منها، والحديث الذي ذكر لفظه فقط دون عزو، ولكن لما بحثنا وجدنا أن له أسانيد وكان الإمام النووي يعرفها، لكن هو اصطلح في الكتاب حتى يخرج لأنه يريد أن يفيد به أناس لا يريدون صنعة الإسناد في عصره هو. ما بالك في عصرنا نحن الآن، يبقى بقى اضرب فيما تشاء. فهذا نوع من التخريج بالعزو. والإمام النووي تاريخ وفاته 676، يعني في أواخر القرن السابع اللي هو كما ذكرت لحضراتكم بعد القرن الخامس فما بعده. هذا مثال. لن أقول إذا أردنا التخريج كيف نرتب ولا كذا، لأن هذه لها درس آخر ولا بد أن نكتبه، لكن أريد فقط الآن أن هناك كتب مؤلفة في السنة النبوية بمصادر أو بالطريقة محذوفة الإسناد، إما مع الصحابي أو بدون الصحابي، ومعزوة إلى المصادر الأصلية التي خرجت منها بعبارات اصطلاحية يذكرها كل عالم في مقدمة كتابه. جد في هذه الفترة أن كثيرا من كتب الفقه وجدت فيها ألفاظ على أنها أحاديث، فلما بحث المخرجون عنها في وقتهم لم يجدوها، فقالوا ماذا نعبر عن هذا؟ فالإمام الزيلعي في نصب الراية وكذلك غيره من المخرجين قالوا الذي لا نجد له مصدرا نقول غريب. ومعروف لكم أن هناك من العلماء المتقدمين من يحكمون على الإسناد بكلمة غريب، وكان هذا مشهورا لدرجة أن الزيلعي في كتابه هذا بأكمله يستعمل كلمة غريب ولا يبين مقصوده بها، اعتمادا على أن الناس تعرف ذلك. طب من الذي دلنا على هذا؟ قال الذي جاء بعده الشيخ ابن الملقن رحمة الله عليه، لما عمل تخريج البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير نبه في الأثناء كذلك على أنه اصطلح على أن ما لا يجده يقول غريب. وأذكر أن في نصب الراية حديث في باب الشركات، والزيلعي لم يجده فقال غريب. فالمعاصر خلي بالكم، لأن منكم من ينوي إن شاء الله يواصل الدراسة العليا. نعم، فاوضوا فإنه أعظم للأجر. نعم، هذا مثال. فالمعاصر الحالي اللي من أبناء جيلنا اعتبر أن غريب دي حكم على الحديث، فقال أورده الزيلعي وقال حديث غريب.
والرسالة دي في الشركات يمكن اتطبعت ياجي 30 مرة. فالمخرج يريد لا يقول لم أجده، والمعاصر يقول إنه حكم عليه بالغرابة. شوف الفصل. طب لماذا قال هذا المعاصر؟ لأنه كل من يسجل موضوع عايز يركب الرخصة بأسرع وقت، لا يريد أن يوفي العلم حقه، ولا يعرف الآية الكريمة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الرسائل بتكتب على أصحابها حتى وإن اجتاز الامتحان وهو لا يستحق مكتوب عليه. فلكونه لا يعرف اصطلاح الزيلعي حكاه عنه على أنه حكم على الحديث بأنه غريب، وليس في الموضوع اللي هو ذكره إلا هذا الحديث. اصطلاح خاص بالزيلعي مولانا معروف؟ لا، كان معروف، لكن استعمله الزيلعي خصوصا. ولذلك الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما اختصر نصب الراية ووجد الناس لا تعلم هذا الاصطلاح أصبح يقول بدلها لم أجده. ليه؟ قال لأن غريب الأولانية كان لها ناسها. يا مولانا، غريب الأولى والمقصود بها كان لها ناسها الذين يسهرون على استيعاب دقائق العلم. فابن حجر ليه ناسها مش موجودين؟ قال طب وأنا هدن في مالطة بلاش غريب دي. فأصبح شال غريب وأصبح يقول موضعها لم أجده. الشيخ العراقي رحمة الله عليه لما خرج أحاديث الإحياء ووجد إن الشيخ الإمام الغزالي رحمة الله عليه وهو ذكر عن نفسه بشجاعة العالم إن بضاعتي في الحديث مزجة. دلوقتي تلاقي واحد مش عارف سطرين ويقول لك ده أنا مجاز من 50 واحد. يا أخي ما قلناش حاجة، أنت مجاز من الدنيا كلها لكنك جاهل. إزاي بقى تجاهل هذا الهمام؟ فلذلك أن هذا الاصطلاح الشيخ العراقي في تخريجه للإحياء إذا جاء إلى حديث مثل هذا ولم يجده يقول لا أصل له، أو الغزالي ذكره على أنه حديث مرفوع فيقول الإمام الحافظ العراقي لا أصل له مرفوعا ولكن روي عن فلان اللي هو من يعني أثر موقوفا. فأصبحت كلمة لا أصل له في كتاب الحافظ العراقي لها مدلولات تطول ولا تقصر. إما أن يقول لا أصل له في المرفوع، وإما أن يقول لا أصل له مطلقا. فيأتي الزبيدي، الزبيدي ده متوفى سنة 1205، يقول قوله لا أصل له لا أصل له. قوله لا أصل له لا أصل له، فإني وجدت الحديث كذا كذا كذا. فأصبح المخرج الذي يريد أن يعيد أدلة الكتب التي حذفت الأسانيد إلى أصولها يقول يا ناس أنا بحثت غاية طاقتي فلم أجد. أيضا الشيخ الزيلعي لما قال غريب أتى بعده الشيخ ابن قطلبغة وعمل كتيبا صغيرا منية الألمعي فيما فات الزيلعي. أيضا الحافظ العراقي تلميذه الحافظ ابن حجر عمل تعقبا عليه فيما فاته وكان لا أصل له وهو له أصل. فأصبحت هذه الكتب
هي التي يعول عليها في العزو. وإذا بحثت أنت عليك، والألمعدة أوراق بسيطة ولكن فيها تعقبات على الزيلعي، أن أنت قلت الحديث ده غريب وأنا وجدته في معجم الطبراني، ومعجم الطبراني من مصادر الزيلعي. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده هذا الجهاز، كان عنده ذاكرته فقط، ويمكث يوم يقلب الطبراني حتى يبحث عن هذه الرواية. فأصبح الآن العزو هو الذي خرجت عليه كتب أحاديث الأحكام وتخريج أدلة الفقه الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، كلها خرجت أدلتها بواسطة علماء متأخرين حاولوا أن يوصلوا الأحاديث بما اتسع له بحثهم واستدرك عليهم، ولكن ما يزال عندهم حتى الآن مواضع لم يوقف عليها حتى الآن. فمثلا كتاب الخلاصة ده كتاب أحكام، هذا كتاب تخريج اللي هو كتاب البدر المنير. قبل ما نقول البدر المنير خلينا نجيب كتاب الزيلعي. طبعا الإمام الزيلعي متوفى سنة 762، يعني يعتبر معاصرته للإمام النووي أن النووي 676، هذا 63، فيعتبر أنه متقدم عن الإمام النووي. نعم متأخر عن الإمام النووي هذا الكتاب، وخرج أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي، وهي مشهورة غنية عن التعريف. وتسمية الكتاب بنصب الراية لأحاديث الهداية هو يعني تعريف معبر عنه. إذا فتحت الكتاب تجد أنه حسب النسخ المتاحة حتى الآن ملوش مقدمة تبين منهج الشيخ. لماذا لم يكن له مقدمة؟ لأنه من يعمل كتابا كهذا يختلف، إما أن يضع المقدمة قبل أن ينجز الكتاب وهذه طريقة، وإما أن يؤخر المقدمة إلى أن ينتهي الكتاب، فعندما ينتهي الكتاب يشغل عن المقدمة. والناس طبعا يقولوا هات العلم، أنا عارف والله النعس جاي، بس إحنا إن شاء الله سنقف يعني فاللي هو عايز يخشع ما فيش بأس، لكن لا يرى لنا رؤية، بلاش الأحلام إحنا لا نتحملها. إذا أتيت بالكتاب يا أخينا الكريم وتريد أن تقف يعني على بدايته فهذا أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الطهارة، ولا قال بقى أنا هعمل ولا أنا هسوي ولا أنا كده ولا أنا كده، مأخر لما يخلص، ولما وصل للآخر نحن لا نعرف ما الذي يعني شغله عن هذا، لكن نقيس أمر على أنفسنا نحن. فلذلك خلى الكتاب، ولذلك مسألة أن يقول غريب دي كثير من الناس الذين لم يكونوا من الممارسين لما يجدوا كلمة غريب في الكتاب لا يعرفوا المقصود بها، لكن المعاصرين أو القريبين، لأنه هو يعتبر شيخ ابن الملقب من طبقة شيوخه، فعرف أن شيخه كان يقصد بكلمة غريب يعني أنه لم يجده.
أما العراقي لما وجد مشكلة قال لا أنا أقول لا أصل له، أو يقول لم أقف عليه أو لم أجده، لأن التعبير بغير ذلك وجد أنه يشكل. كذلك تلميذه ابن حجر شال كلمة غريب هنا وحط بدالها لم أجده. فلنأخذ مثالا من أوله، من أول نص بالراية. فالكتاب كتاب الطهارات الحديث الأول، اتفضل يا فضيلة الشيخ. الحديث الكتاب الأول. لما نقول لك ما طريقة الزيلعي في التخريج، هو العزو إلى المصادر. لكن ابن الجوزي فين كتابه؟ أو السبط، هذا سبط ابن الجوزي. لكن ابن الجوزي ألف أيضا في التخريج في أحاديث المذهب الحنبلي، لكن ألف بالإسناد، وكتابه التحقيق موجود حتى الآن. وتفتح الكتاب فتجد أنه يبدأ بتخريج الحديث بإسناده، ثم بعد ذلك يعزوه إلى مصادر، ثم يتكلم على وجه الاستدلال فيه. فالشيخ الزيلعي لا، هو يستعمل العزو في طول الكتاب وعرضه. تفضل مولانا. الحديث الأول، روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. قلت هذا حديث. استنى، الكلام اللي هو قرأ الآن الأخ داود هو الذي وجد في كتاب الهداية. فالزيلعي يذكر العبارة التي ذكر بها صاحب الهداية الحديث، ثم يبدأ يخرجه. فكأن ذكر الصحابي هنا هو من فعل صاحب الهداية، لكنه لا يلتزم بذلك دائما. بل أيضا في الكتب لما نقرأ نجد إنه الفقهاء ربما يركبون متنين أو ثلاثة دون تنبيه على أنهما عدة أحاديث. لماذا طيب يركبونها؟ قال لأنها في مجموعها تخرج الحكم الذي يريدونه. فالحافظ ابن حجر أول ما يبتدي يخرج يقول هذا الحديث ملفق من حديثين أو من ثلاثة أو كذا. طب هل هؤلاء الفقهاء لما لفقوا كانوا يزوروا في السنة؟ لا، كان عصرهم مسموع، وخاصة أنه الآن قال رسول الله ولآل قال ابن عباس، وإنما يذكر المتنين والثلاثة متداخلين لكي يكمل الحكم الذي يريد أن يستدل عليه. فيأتي المخرج يقول هذا الحديث ملفق من حديثين، الحديث الأول كذا والحديث الثاني كذا. ومثلا حديث الكبائر الشيخ العراق رحمة الله عليه في التخريج يقول هذا الحديث ملفق من 9 أحاديث، ثم بعدين يفرق. ليه؟ لأنه قال الكبائر 9. طب ما فيش رواية فيها الكبائر 9. فيبقى الشيخ الغزالي ذكر هذا الإمام الغزالي بالمعنى، والمخرج هو الذي يفصل هذا النص ويضع لكل جزئية الدليل عليه. تفضل يا مولانا. قلت هذا حديث. قلت أول ما يقول قلت هذا بداية كلام الزيلعي. هذا حديث مركب من حديثين. اقرأ الحديث الثاني يا مولانا. روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. قلت هذا حديث مركب. كان الفقيه وهو أمين، لكن كان هذا اصطلاح عندهم، ولذلك المصطلحات الخاصة لا يحتج بها على المصطلحات العامة، وهذه يقع فيها كثير من الناس. المصطلح الخاص يعمل به في فهم من اصطلح عليه فقط. فغريب في مصطلح الزيلعي ليست كغريب عند الترمذي،
هذا باصطلاح وهذا باصطلاح. فحديث المسح على الناصية اللهم المغيرة بن شعبة جعلهما المصنف حديثا واحدا. فحديث المسح على الناصية والخفين ده عرفك ماذا؟ انك انت بعد ما نبهك المخرج هنا على انه اذا كان هناك حديثين ولو كان صحابيهم واحد لا تخلطهم، انما قل روى المغيرة كذا كذا وروى المغيرة كذا كذا، لانه قد يكون حديث المغيرة الاول في كتاب وحديث المغيرة الثاني في كتاب اخر، وهذا ما يسمى بصنعة التخريج. صنعة التخريج هي التي تأتي إلى اللفظ المطلوب تخريجه ثم تعيد توزيعه ثم تخرجه. تفضل يا مولانا. فحديث المسح على الناصية والخفين أخرجه مسلم عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيخرج الزيلعي بالإسناد ولا بدون؟ مما يدل على أن الأصل في التخريج هو الأصل التخريج بالإسناد، والذي بالعز فرع. فلما تيجي أنت تعمل كتاب في التخريج وتقول هو عزو الحديث كذا كذا كذا، يبقى أنت سبت نص التخريج خارج القول. طب أمال اللي قالوا كده من؟ قال اللي قالوا كده إحنا جايبين الكتاب أهو الآن. هذا المناوي 1130 هو اللي قال التخريج هو عزو الحديث. هل هو علم التخريج ولا تخريج السيوطي؟ تخريج السيوطي، فأخذوا الخاص وجعلوه عام. كل كتب التخريج التي تتداولونها يقولوا كذا، تعريف التخريج هو عزو الحديث. يا عم ده مش تخريج، ده حتة. يقول لك احنا اللي موجود كده. وأصبح إحنا الآن وأنا بكلمكم أنا حي أهو إن شاء الله ومعافى، عندنا أساتذة يصعب إنك أنت تقول له لا في تخريج بالرواية. هل لأنه الرجل لا يفهم؟ لا، لأنه أنت أول ما وضعت في ذاكرته وضعت موضوع غلط وهو لم يكمل. طب ما هو ده مادام بلغ الحلم لازم يكمل. مادام أصبحت بالغا أصبح أخطاء الآخرين لا تعذره، لأن ده قال لك منهج دراسي ساعتين، ما تقدرش تطول أكتر من كده، وإلا تيجي تمتحنهم تخش في إشكال. كمل أنت بقى. يقول ده أنا عايز أحذف زيادة، أكمل إيه؟ تفضل يا مولانا. تفضل يا شيخ. فأما حديثه إيه؟ حديث المسح على الناصية والخفين أخرجه مسلم عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كده. هو بينقل بقى من مسلم اهو ومن نسخته، خلي بالك، بحيث انك انت لو عندك نسخة الآن في مسلم ونقيت ألفاظ هنا عند الزيلعي ما تقولش ده غلط. لا، هو النسخة اللي عنده خلاص راحت، الله يرحمها. هو كان هنا من أهل مصر، هو زيلعي من زيلع اللي هي عند أثيوبيا، لكن كان عايش هنا، وكان الكتب اللي بيرجع إليها إما في حوزته زي الشيخ عواز يشتري الكتب. يا شيخ عواز انت فلوس راحت، يقول ما أصبر على الكتاب. وفي ناس ما تصبرش على شراء الكتاب، هو لا يصبر على عدم الشراء. فإذا وجدت المتن الذي ذكر منسوبا إلى صحيح مسلم وهو غير مطابق للطبعة لا تخطئ الزيلعي، لأن هذه نسخته التي نقل منها. تفضل مولانا. عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين انتهى. هل في عمامة في لفظ الزيلعي في لفظ الهداية؟ لا. لكن هو مدام ينقل من مصدر ما يقدرش يحذف، لأنه ليس كل ما هو في الرواية تستطيع أن تحذفه، ربما لو حذفته لفهم الأمر خطأ، فتذكر ما يحتاجه الدليل وما لا يحتاجه دون إطالة. تفضل يا شيخ. ورواه الطبراني في معجمه بهذا الإسناد ولم يذكر فيه العمامة. شوف دي اللي اسمه فروق الرواية.
لو ما قالش لم يذكر العمامة، لماذا لم يقل بنحوه؟ لأن العمامة تفيد حكما مستقلا، فلو قال بنحوه لا يظهر أنه حذفت منه لفظة العمامة. وهؤلاء المخرجون هم الذين يعلمونك فنية فروق الروايات. لذلك أنا قلت حد يقرأ إن شاء الله مجلد من العراقي عشان يعرفوا الكلام ده. ولم يذكر العمامة، ولو أنه قال بنحوه لما كان هناك إشكال. لكن الماهر أو الفقيه هو الذي يفيدك أكثر، يقول حكم العمامة ليس في رواية مسلم. والإمام مسلم لو أنت يعني ربنا يفتح شهيتك تجده إذا كان هناك فرق بهمزة تؤثر ينبه عليها، فيقول في حديث ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هو ذكرها بلفظ أو، ثم بعدما فرغ قال ولم يذكر أحد شيوخه هو الهمزة. طب لماذا؟ قال لأن الهمزة ستغير الحكم. احنا معنا شيخ الأصوليين الآن، هذا قدرك شيخ عبد الله. لأن إن قلنا من شق الجيوب أو، يصبح خصلة واحدة تخرجك من الملة على حسب ظاهر الحديث، أو الإسم يترتب على خصلة واحدة. أما لو قلنا و، يصبح الإسم لا يترتب إلا على الثلاثة. فلذلك مسلم قال لم يذكر فلان الهمزة، ولذلك لم يقل أحد إن تراجم فقه الإمام مسلم في تراجمه، لأن الرجل ما ترجمش عمره ما كفهش. إنما هل هو لم يذكر شيئا يدل على دقة فقه؟ ذكر، بس اللي يعرف إنه لما يذكر فروق روايات تجد أن ما يذكره له تأثير، فيقول لم يذكر فلان الهمزة. تفضل يا شيخ. ووهم ابن الجوزي في كتاب التحقيق فعزى هذا الحديث إلى الصحيح. فمخرج يستدرك على مخرج سابق، وهذا إمام وهذا إمام. فعزى هذا الحديث إلى الصحيحين وليس كذلك. فأصبح هناك اصطلاح في علم التخريج أن الحديث إذا كان في الشيخين وعزوته إلى أحدهما فقد خالفت قاعدة التخريج، لأنك تشعر القارئ أنه انفرد به مسلم، والحال أنه لم ينفرد به. فالقواعد التي أشرت لكم فيها هي ليست مفرغة في كتاب، وإنما هي تلتقط من هذه القراءات. لما تحب تعرفها، طب هي مضطردة ولا غير مضطردة؟ اقرا معلش عشان خاطري 10 كتب في تقول يا اخي انت جبار 10، ما احنا عشان انت تطلع كويس، احنا مش بندرس منهج دراسي، احنا بندرس واحد يريد ان يتعلم العلم الشرعي ويستفيد ويفيد غيره. اقرا 10 كتب في التخريج تلاقي دي مظبوطه، تلاقي بقى المناوي، لانه المناوي بيكلم جيل زي حالاتنا، فيقول وقاعدة كذا أنه إذا كان الحديث. هل المناوي أوحي إليه بالقاعدة؟ لا، هو غشش منين، لكنه غش مشروع. ولو أن كل عالم متأخر عزى ما ذكره إلى من أخذه عنه لما كثرت شبهة المتقدمين والمتأخرين، لأنه كان يجلس السلسلة موجودة. فهناك كثير ننسبه للمتأخرين وهو عند المتقدمين بنصه، لكنهم لم ينسبوه. وتجد من هذه الدرر في كتب الذهبي ما له أول وليس له آخر، لكن تقول لي مين؟ تفضل مولانا. فأصبح تخريج الحديث
بين التخريج وبين أن المصدر الذي نخرج منه غير المصدر الذي ذكر الحديث قبله. المصدر الذي عزونا إليه الحديث نحن بالتخريج غير الذي عزاه صاحب الكتاب. ثم وهم في عالم، تقول ابن الجوزي يوهم، نعم لسنا معصومين، ربما أوقعه الله في هذا الوهم لنخرج بقاعدة. ولذلك تجد في كتب عارف أنك فاهم يقولوا انفرد به البخاري، فأنت تقول ده معناه أنه مش موجود إلا عند البخاري، يقول لك لا أنت غشيم. طبعا غشيم دي عايزة ترجمة. أنا عارف كده. لا، يقول أنت لم تفهم الاصطلاح، لأنه ليس المراد أنه انفرد به دون عن علماء السنة كلهم، إنما انفرد به عن البخاري. والعكس لو قلنا انفرد به البخاري يعني انفرد به ومسلم لم يخرجه، وبالتالي تدخل التعقبات من هذا. تفضل يا مولانا. فعزى هذا الحديث إلى الصحيحين وليس كذلك، بل انفرد به مسلم وتعقبه. فلما تعرف أنت أن في ناس يقولون انفرد به مسلم يعني عن إيه؟ عن البخاري وليس عن جميع العلماء. وفي واحد جايب لي العبارة دي ويقول أنت قلت الحديث كده وفلان بيقول انفرد به مسلم، فازاي تنسبه المسند أحمد؟ قلت يا مولانا أنت. تفضل. وتعقبه عليه صاحب التنقيب. تفهم بقى من كلمة تعقب عليه يعني إيه؟ يعني بيّن خطأه أو ذكر صواب القول عقب الخطأ. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي معقل عن أنس رضي الله عنه. ما يجيبش بدون أسانيد أبدا، وأحيانا تجد الكتاب مفقود ولكن سنده عند الزيلعني، عشان يقول لك اوعى تقول ان التخريج عزو. التخريج اما بالرواية واما بالعزو. فضل مولانا. من حديث ابي معقل عن انس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم الرأس مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، لم ينقض يعني ما فكهاش، انتهى. وسكت عنه أبو داود. تفهم من سكت عنه أبو داود إيه؟ أن درجة الحديث إذا لم تكن في المصدر بالنادو، درجة الحديث صحة أو ضعفا إذا لم تكن في المصدر الذي ذكر فيه بسند مؤلفه يمكن أن تسجل أنه سكت عنه. فهم كما وثقوا الكلام وثقوا السكوت، فالسكوت له دلالة باصطلاح، وبدون اصطلاح ليس له شيء، فأصبح سكوت أبو داود يسجل. وإذا قرأت موضوع النسخ الذي ذكرت لكم تجد نسخة لم تذكر شيئا لأبي داود، ثم تجد نسخة أخرى ذكر فيها بيان درجة الحديث بضعف بعض رواته. ويقولون إن رواية ابن العبد عن أبي داود فيها جرح وتعديل كثير. والآن الحمد لله روايات أبو داود اتوجدت، بس عايز اللي يقراها وخارج المقرر، يعني لن تمتحن فيها إلا بين يدي الله. ثم وسكت عنه أبو داود. ثم المنذري في مختصره. المنذري سكت ليه؟ قال المنذري سكوته غير سكوت أبو داود، لأنه مش هو صاحب الكتاب، إنما هو يريد أن يقول إننا بحاجة إلى أن تحكموا لنا على الحديث ده، ولأن أبا داود أصل سكوته فقال وما سكت عنه فهو صالح.
كذلك الشيخ عبد الحق الإشبيلي قال إننا أسكت عن الحديث إشارة لصحته، فأصبح السكوت له مصطلحات. ورواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه، ثم قال: وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده على شرط الكتاب فإن فيه لفظة غريبة، وهي أنه مسح بعض رأسه ولم ينقض العمامة، انتهى. وحديث السباطة والبول قائما رواه ابن ماجه في سننه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال شعبة: قال عاصم: يومئذ. وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، فسألت عنه منصور. دبال إعلان يقول لك: الله، أنتوا جبتوا لنا العلل دي، احنا كنا ماشيين. الشيخ أحمد ما بيعمل لنا شبهة العلل كل ما نمشي. يا ناس، أنا ما جبتش ده كتاب اهو في تخريج الحلال والحرام بيقول العلل، بس عايز واحد يقول لك خلي بالك ده هنا مطب. بس ان العبارة دي عبارة إعلال، يقول لك راجع وكذا كذا. وأصبح بحمد الله يقرر في الأزهر مادة علل الحديث وتدرس وتخرج فيها رسائل، وهي بداية طيبة نرجو أن تنضب وتزيد. والشيخ عواز دلوقتي يجيب لك الحديث من خمسة أوجه ويجيب وجه الخلاف ويعمل النظر في الخلاف ويلبس النظارة. أما الشيخ محمد نور الأبصار فهو يعني حدث ولا حرك، يعني أصحاب العلل يطلعون له في المنام. فإذا العلل موجودة في أحاديث الأحكام، نحن لم نخترعها، فقط نريد أن ننبهك لا تأخذ هذه الرواية فهذه الرواية فيها إعلال كذا، حتى لا تحتج بها كما نحتج على قول الزيلعي غريب. وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، فسألت عنه منصورا. لما يقول ما حفظه يعني هو معلول، فإن أرادوا عنه ليس معلولا يقول محفوظ، يعني معناه أن اضطرابا حصل في رواية الراوي في هذا الوجه. فضل. فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة، انتهى. وحديث حذيفة هذا أخرجه البخاري ومسلم عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته به ثم توضأ. هنا نقطة، إنه لماذا ما لم يذكر الشيخين في أول التخريج؟ لأن كثير من اللي احنا نرتب عليه إنه إذا لم تذكر الشيخين في أول فأنت مخطئ كل الخطأ. فإذا قد يتقدم البخاري لسبب في صنعة التخريج، وقد يتأخر لسبب في صنعة التخريج، ومن يعرف الصنعة يعرف السبب. والزيلعي ممن يتبنى بيان هذه الاصطلاحات، إما مسلكا كما هنا وإما تصريحا كما سيأتي في بقية الكتاب. فلو أننا مشينا على من يقول ابدأ بالصحيحين كانت الرواية دي هي أول ما ينطق بها الزيلعي، إذا كنا بنبني على حكاية تقديم البخاري لجلالته وقوته. لكن ليس التخريج مبنيا على هذه النقطة، إنما مبني هذا اللفظ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي المهمة الأولى للمخرج هذا. فلذلك بدأ هو برواية لمسلم ثم بعد ذلك تعقب عليه، يعني أدخل الصنعة في التخريج. وزاد مسلم ومسح على خفيه، انتهى. ووقع لشيخنا العلامة علاء الدين في هذا الحديث وهم من وجهين، أحدهما هو في شيخ الزيلعي خرج الكتاب، لكن خرجه بمستواه، وهذا اللي عرفك إن عالم إذا اشتغل في شيء أنت أولا مفروض أتيت بعده وتزيد عليه، مش هتزيد
سيبه على ما اعمل انت حاجة جديدة. يقول لك لا، طب ما انا اريح نفسي واخد شهادة وخلاص. خد يا سيدي شهادة. احدهما انه قال في حديث حذيفة رضي الله عنه بعد ان حكاه بلفظ البخاري وزيادة مسلم اخرجاه، وقد بينا ان مسلما انفرد به فيه بالمسح على الخفين. فاذا ما تستعملش كلمة اخرجاه عمياني، لازم تتأكد ان اذا قلنا اخرجاه فاللفظ بجميعه موجود في الكتابين. وهذه هي التي ذكرت لكم ان هذه صنعة او هذه هي اصطلاحات العلم. خلاص الحديث. نعم. وقد بينا ان مسلم وقد صرح بذلك وقد صرح بذلك عبد الحق في الجمع بين الصحيحين فقال لم يذكر البخاري فيه المسح على الخفين. الوهم الثاني أنه جعل حديث فذكر لي لتعقبه دليلا، وأحالك على كتاب أنا مثلا قبل 50 سنة ما كانش عبد الحق ده في إيدينا، كنا بس بالإحالة. الآن أصبح الحمد لله بين أيدي الناس، لكن الناس لا تقرأ، بس يصيروا شبهات وبس، أو يسمعوا شبهة من واحد يتبنوها. الوهم الثاني أنه جعل حديث الكتاب مركبا من حديث المغيرة أنه عليه السلام مسح بناصيته وخفيه، ومن حديث حذيفة بالسباطة والبول قائما. وهذا عجب منه، لأن المصنف جعلهما من رواية المغيرة، وقد بينا أن حديث السباطة والبول قائما أيضا رواه المغيرة بن شعبة كما أخرجه عنه ابن ماجه، وكان من الواجب أن يذكرهما من رواية من الواجب. هو بيأصل أدي المصطلح، يعني يعلمك المصطلحات اللي بيسميها العلم، دي خارجة عن التخريج نفسه. إنما هو يذكرها بالمناسبة، وانت هو يسرسب وانت تمشي وراه، مش عايز ما تمشي. وكان من الواجب أن يذكرهما من رواية المغيرة. هل وجوب شرعي ولا وجوب علمي؟ يعني ينتقد وضوءه لما ذكرهاش؟ لا، هذا وجوب علمي، هذا من موجبات الصنعة. وكان من الواجب أن فهم رفعوا المصطلحات إلى درجة الوجوب، بمعنى أنه ليس لك خيار عنها، لأن عدمها سيخلط الأمور. وكان من الواجب أن يذكرهما من رواية المغيرة ليطابق عزو المصنف. وهذا اصطلاح ثاني هو، إنك إذا كنت تخرج حديثا لعالم غيرك فمطلوبك الأول أن تقول هذا اللفظ بهذه السياقة الموجودة أنا وجدته في كتاب كذا، المطلوب الأول. ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترفع قيمة الحديث ارفع، إذا أردت أن تقلل قلل، بس أفيدني أنا يا طالب العلم إن اللفظ هذا اللي هو أصلا مناط الحكم الشرعي دلالته، هذا اللفظ رتب عليه ما شئت فإنه وارد عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. وهذا الوهم الثاني لم يستبد به الشيخ، وإنما قلد فيه غيره. شوف التأصيل، شوف احنا بنزوغ كيف، وكيف أن الرجل ضميره العلمي مش راضي يسيبك إلا لما يديلك مدرسة، بس انت العلم بإيه؟ بالتعلم. يقول لك لا، اتقوا الله ويعلمكم الله. يا أخي يعلمك بالأسباب، يقول ما فيش في الآب الأسباب. انتهت الحديث. خلينا نقفل بقى، لأن لو فتحنا كده هنوصل السحور، مش كده يا دكتور أيمن؟ ده الإيه الختام الأخير أهو، ده كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير. الكبير وصف للرافع للكتاب مش للمؤلف. فهذا من كتب الشافعية المعروف، ومؤلفه إمام مشهور، والشيخ ابن الملقن ألف هذا الكتاب في تخريج أحاديث هذا الكتاب.
إحنا الآن هو له مقدمة طويلة علمية جيدة تقرأها وتستمتع بها ولا لا نريد، لكنها يعني أوصي وأنصح بأن تقرأ، لأنها الذي وضع فيها موارده 200 كتاب فضلة خيرك غير اللي هو سأسرسبه في أثناء الكتاب، 200 كتاب عددهم وتكلم عليه غير اللي هو يذكره أثناء التخريج. فبلاش المقدمة بارك الله فيكم، ولكن خليه يجيب حديث برضو زي ده ونشوف هل الإمام ابن الملقن على نفس منهج شيخه الزيلعي ولا له إضافات. تفضل يا مولانا. فصل. فصل في أن السواك، في أن السواك من الفطرة. ده عنوان نفس الشرح الفقهي اللي هو بيشرحه، اللي هو شرح الرافع والأحاديث تحته. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها. فإذا الرافع يذكر من الحديث الصحابي طبعا إذا عرفه، لكن ستجد أحاديث بدون. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة: دول عشرة يا شباب ولا؟ ونسيت العاشرة. اللي بيعد دول تسعة، والرجل صريع لأنه يقول أنا نسيت العاشرة، يقول لك بقى أنا أقول نسيت عشان الناس يقولوا ده ما هوش عالم. طب اللي بيكتب يحصي عليك، ما هو هيكتب أنك أنت خنصرت واحدة، فأنت لكي تعفي نفسك من الحساب أمام الله قول أنا نسيت. ماذا ينقصك لو قلت أنا نسيت؟ من العلم أن تقول لا أعلم. فهو يعلمنا. الصحابة يقولوا يا جماعة ما قلناش للكسب، لن نقول نحن معصومين ولا اطلعنا الغيب، أنا نسيت. لو صحابه ينسى مش بشر، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول، يقول لا هات لنا الكواكب في السماء. قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يعني إيه إنه شاكك في كده، وده اللي يقول لك إيه ده المحدثين كانوا بيعملوا ويسووا. هل لو هذا الرجل كانت أمانته العلمية مش متوافرة كان يقول هذا الكلام؟ واحد بهذا الضمير تطعن أنت في ذمته وتقول مش معصوم؟ مش معصوم لكن أمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقالوا له قالوا نعرف أنك لا تكذب، لكن ما قالوش أنك معصوم يا أخي. لماذا تخلط الأمور؟ العزمة شيء والأمانة شيء ثاني. وقال وكيع: انتقاص الماء الاستنجاء. رواه مسلم. يعني إن الرواية دي عند مسلم ومن طريق وكيع. لماذا ذكر وكيع؟ قال لأن هما رواة الحديث هيختلف، واحد يذكر لفظة كما سمع، واحد كما سمع أو واحد كما تلقى، فنعيز إلى عملية ترجيح الشيخ عبد الله يقعد فيها أسبوعين لغاية ما يوصل فيها للنتيجة إذا أسعفته المراجع، عشان يقول اللفظة دي التي استدل بها الحنفية أو التي استدلوا بها ليست ثابتة في الروايات. ورواه أبو داود وغيره من رواية عمار. قال غيره ليه؟ عشان انت ما تقولوش انا هستدرك عليك كتاب كذا. طب ما ذكرش التاني ليه؟ ما عندوش وقت يا عم، ما عندوش. انت الان برديت منهج 100 مرة تقول احذف منه، هو الراجل يحذف انت تيجي تحاسبه؟ يقول لك ايه ما هو فيه حاسة في الناس هي معرفة اخطاء الغير بس، تجد كل شغلته يبحث عن عيب في غيره ويعميه الشيطان عن عيب نفسه عشان يفضل مغرور يدخى وأنه هو ملك. تفضل. وسيأتي في الباب الكلام عليه حيث ذكره الإمام الرافعي. شوف الترتيب يعلمك الترتيب، انت ما تعمل بحث ولا كده ما تجيبش المعلومات كلها وترميها في حتة واحدة،
يقول لهم بيعلموك مادة البحث يقول لك تنظيم المادة العلمية، فتقول شوف شوف العصرية، شوف شوف الناس المتحضرين يا أخي ازاي لعهم، بس انت اللي ما قريتش. فهؤلاء منهجيون ولا لا؟ يقول لا لازم خواج. وأذكر لما كنا في كلية التربية كان يقولوا حاجات كتيرة في يعني التربية وأعداد كذا، فاحنا كنت أنا وزميلي حافظين بقى الآيات والأحاديث، كنا في كلية يعني ليست تبع الأزهر، وإن كان دلوقتي هم مالوا برضو التانيين. فجابونا بعد حوالي 3 أسابيع قال وزميلك كان عايزك في المكتب، فروحنا قلنا ده هيشكرنا ولا حاجة. قال شوفوا بقى انتوا ناس مشايخ، والكلام اللي احنا بنقوله ده احنا درسناه في اوروبا، فانتوا سواء وافق النصوص اللي معاكم ولا ما وافقهاش ما تتكلمش، اما تفتحوا لكم كليه هناك في الازهر اعملوا فيها كتاب. لما جينا نعمل احنا كل اللي هم كانوا بشهادات من المعسكر الغربي راحوا داخلين، لان كنا لسه ما طلعناش، فأصبحوا هم دوقت العجينة. تفضل مولانا. وعن عبد الله بن جراد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك من الفطرة، رواه أبو نعيم في كتابه الذي جمعه في فضل الاستياك وآدابه، وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأحكامه. ضروري دور انت بقى على كتاب ابو نعيم ده لغاية ما تقوم القيامة ما تلقاهوش، لكن كان هنا في مصر والشيخ الزيلعي نقل منه. جاء وقت على المصريين وهم في حالة الاستعمار كان يمكن ان يعطيك عمره عشان تعطيه قرش. ايوه ما تقولش يعني انت دلوقتي ما بتلاقي اكلك كل وجبة انت كده حاكم. ما تستهينش يقول لك ده احنا في حاله زفت، طب امال دول كانوا في ايه؟ فالكتب دي اما بيعت واما ناس شاروها وحرقوها، المهم انها ليست الان تحت نظرنا، ممكن تكون في الظاهريه وعايزه واحد يقلب عليها زي حديث علي بن المديني ده. تفضل يا مولانا. وجميع ما نعزيه في هذه المواضع وما سبق فهو منه. يعني الكتاب كان تحت ايده وجاب الراجل وقال لك اهو الكتاب. فلما تيجي انت تلاقي كتاب زي ده وتحب تثبت نسبته تقول ذكره الزيلعي. امتى تقول كده؟ لو انت قاري الكتاب ده. لكن لو ما انتش قاريه كل سنه وانت طيب. تصدق انه خلاص كده مولانا؟ هذا يعني نوع من التخريج بناه على العزو كذلك، وخرج فيه الحديث بعزوه الى المصادر. وتلاحظوا انه هو الحكم المذكور فيه ليس مصرحا بدرجه صحه ولا ضعف، ولكن مذكورا بطريقه يمكن ان تبني انت عليها لتصل الى درجه الحديث. والله الموفق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا ابدا هنقول الاسئله لغايه ما الشيخ ايمن يقول لي امشي. معلش يا استاذ سؤالين بس هناخد نختار منهم اللي انت عايزه. ابدا اتفضل. اولا انا مطاوع اهو خلي بالكم. شكر الله لشيخنا شيخ هذه الصناعه الحديثيه. اخش في الموضوع. رفع الله به. اولا ما هي افضل طبعة لهذه الكتب؟ سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، المجتبى، سنن ابن ماجه، سنن الدارقطني. يعني أنتوا تحتسبوا أن هي من باب النصيحة، لكن اللي طبعين الكتب دي بيعتبوا علي أنا، أنك أنت إزاي تزكي طبعة ولا تزكيش طبعة أخرى، فمعليش شعفوني من أن أقول طبعة كذا، هي من باب الدلالة على الخير، لكن تحول الخير إلى شر فماذا أفعل؟ كثير من اللي قابلوني في المعرض قطعوا رجلي من هناك. يا معبد انت تقول لهم دي طبعه، تقول لهم هي شينه وهذه زينه، فبلاش الحكايه دي اعفوني منها. سائل يقول هل كتاب النكت على صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب مستقل او هو منزوع
من الفتح من فتح الباري. لا هو مستقل وهو لم يكمله الرجل، هو مستقل في، ولذلك ذكر في أشياء ليست في فتح الباري، لكن في بعد كده إذا دخلت تجد أن اللي في بقية النكت اختصار مع بعض الزيادات من فتح الباري، فلذلك هو كتاب مستقل. سؤال آخر، أرجو أن تبينوا لنا معنى متفق عليه، فإن المعروف عندنا هو أن المتفق عليه هو ما أخرجه الشيخان دون اشتراط اتفاق الراوي عندهما، وقد لمسنا من كلامكم اتحادهما في راوي الحديث، نرجو توضيحا أكثر، وهل لكم مصدر تراثي في ذلك تتحفنا به؟ هذا يا مولانا مسألة أنه متفق عليه، هذا موجودة في مبحث الصحيحين في كتب المصطلح، معروف هذا، فالمتفق عليه أنه هو يكون من طريق صحابي واحد. وقيلة، لما يقول وقيلة يبقى دخل في الآراء الثانية، فلما تقول حضرتك عندنا فخلي عندكم معاك أنت، لكن المعروف هو خلاف ما عندك. الراجح الذي عمل عليه صاحب الجمع بين الصحيحين وهو الحميدي هو الذي ذكرته، وذكره غيرنا من أهل العلم، يعني أنا وراق لست مضيفا شيء. فتجد أن الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين والكتاب مطبوع يثبت هذه القاعدة وتراها رأي العين، وهو مرتب على مسانيد الصحابة بس. هذا رأينا في تحقيق بعض المعاصرين أنكم بصدد تحقيق تهذيب التهذيب لابن حجر، هل أصدرتم الكتاب حتى نتمكن من شرائه أم لا زال بصدد التحقيق؟ بارك الله فيكم وأطال عمركم. والله أنا اشتغلت على كتاب لي 10 سنين، وأخواننا الأفاضل اللي في الجامعات وخاصة يعني أخص منهم كلية الحديث في الجامعة الإسلامية حفظوا لي هذا الأمر، فلم يسجلوا الكتاب في رسائل رغم أن عندهم نسخ الخطية، فلما وجدوني سوفت ثم سوفت ثم سوفت لمشاغل التي ترونها الآن. أنا الآن راجل كبير، لما روح بيت الآن الساعة 10 أحقق إزاي؟ وأنا خارج من بيت النهاردة الساعة 8 الصبح، ولو يجد اللي يعني اللي بيشغلونا ان في فسح في اليوم واحد زي الدكتور ايمن ده يخترع لي حاجه انك انت والله تعالى هنكنس الجامع الصبح اشتغل بالتهذيب ازاي. ثم انه في نقطه ان كثير من الطلاب وايضا زملائي يقولوا مالكش تلاميذ يا فلان؟ ليا تلاميذ، لكن تلاميذ الامس غير تلاميذ اليوم، ما يقدرش واحد يتتلمذ لك الآن لأنه هو أمامه طموح قد طموحك أنت 100 مرة، فتجيب له أنت منين؟ لا تستطيع. طيب استعملنا المال، إن قلت لك طبعا أنت دلوقتي مدام كلام فارغ كل اللي نايم حتى هيصحى. أي واحد طالب علم يكون مش لاقي شغل يجي يقول لي أنا عايز أخدمك في الكتاب ويديني اسطوانة معروفة فأدي له جزء، فيشاء العليم القدير بعد يومين يجي له شغل إلى 10 سنين قدام بسبب لدرجة بعضهم يجيني الآن أقول له كان واقف حالك تعال خد ملزمة من التهذيب عشان تلاقي شغل. فلا تلاميذ إحنا موجودين وأنا لا ألومهم، لكن حياتهم تغيرت، أصبح الآن وقتك أثمن ما تملك، فأنا أبذل ما أستطيع، وابني كذلك الدكتور محمد يساعدني. ذاك الكتاب كبير، إحنا قطعنا منه ما يساوي 80%، بقي الأمر أن الجامعة الإسلامية الآن فرغت منه كرسائل، وبلغني أنهم سيخرجونه مطبوعاً، فهنيئا لكم، وانا اول واحد هيشتري، لكن عملي لن اتركه حتى القى الله.
بارك الله فيك. عانكم الله منا. لماذا أحيانا يؤخر البخاري ومسلم في التخريج ولماذا يذكر أولا؟ سيأتي في ترتيب المصادر أن نذكر هذا. يقول لك طب ما أنا مش هاجي، أقول لك خلاص براحتك. أيوة، لأنه جاي النهاردة ياخد كل شيء. كيف قعدوا القواعد العامة مع أن لكل شيخ له اصطلاح يختلف عن غيره؟ القواعد العامة تجدها متوالية. أنا قلت اقرأ 10 كتب في التخريج، ستجد 10 تتفق على بعض الأشياء، مثل انفراد البخاري وانفراده عن مسلم. وهناك قواعد خاصة مثل كلمة غريب ومثل قول العراقي لا أصل له، فهذا قال مراده وهذا قال مراده. والاصطلاح الخاص لا يعكر على الاصطلاح العام، وإنما يعرف لكي يستفاد من كتاب مؤلفه بموجب هذا الاصطلاح. أما العام فيشملني ويشمل غيري. إدخال الحديثين بعضهم بعضا يؤثر في تصحيح. أولا هم حديثين فما يبقاش بعضهم. يقول لك معلش ما على المطرب من معرب، أنا ما علي إلا البلاغ. أنا قلت لكش لا. ده أنا مبسوط إنك أنت قلت كده. الله يكرمك أصلا. نعم. إدخال الحديثين بعضهم بعضا يؤثر في تصحيح الحديث وتضعيفه كما عمل صاحب الهداية. أهل الفقه لهم منطق، وهو أنهم يبحثون عن النص الذي يفيد الحكم، وفي سبيله قد يدمجون حديثين، لكن هم لم يرتكبوا إثما لأنهم لم يقولوا هذا كل حديث واحد، بل كثيرا ما لا يذكرون حتى الصحابة، فهم برئوا من أن تنسب إليهم، لأنهم قالوا هذا المت تلقيناه هكذا ولم ننسبه لا إلى فلان ولا فلان، وإنما المخرجين هم الذين أتوا بعدنا فنبهونا إن هذا لفظ الكتاب الفلاني وهذا لفظ الكتاب الفلاني. فالإدخال كان من صنيع الفقهاء، والتفريق كان من صنيع الرواة، وبين الاثنين فارق. آخر سؤال، كم تبلغ عدد كتب المسانيد؟ الشيخ الكتاني في الرسالة المستطرفة ذكر نحو 150 ولم يستوعب، يعني في أكثر من 150. ومن المسانيد المفقودة مسند أبو يعلى الموصلي الكبير ومسند بقي كاملا بأكمله، لكن ابن عبد البر يروي من طريقه في كتبه، إنما المسند نفسه ليس موجودا. شكرا، وصلى الله وسلم وبارك على